اي انزلوا ويانا هنا بالعرب هذه. اي والحموله هم نزلوا. اي وصاروا فلح عند الحموله. اي قرب على الحجي احمد انت بس. أي. طلع لنا الحجي الجماعه. اي نوبات هم مر علينا مر الكرام. هم هم خوش ناس هذولا. اي جا وراهم يسمونهم وعيت انت عليهم العميرات الله يسلمهم هذول الله يرحمهم. كان علي الحسن اي الله يرحمه هو ابوهم وولده. هم كان ابراهيم وعبد وحامد وخليل. اي وخوش حموله هم انا كنا نواصلهم ويحبوني. صح اي والله. حجي والبغاده الاوليين اللي شالوا البغداد منو كان من عندهم هنا؟ البغاده اللي شالوا البغداد بيت صالح الموسى. اي يصيرون خوال حجي سلمان. نعم. وبيت محمد الاحيال هذولا ان نسبه وياهم هم عبيد. نعم. من البرياش بس ماخذين عمة حجي سلمان. نعم. وهذولا ولدها فيصل وغازي. اي. وعلي. نعم. وجاسم. اي. جاسم مات ما وعيت انت عليه. لا صح. اي. جاسم كان ماخذ اخت جاسم الحسن. نعم. يسيبنا. وجاسم الحسن ماخذ اخته. اي هو في طيم اخ جاسم اسمه طيم وذاك هم اخته في طيم. اي وفي طيم اخذها جاسم وذيك هم اخذها جاسم. سبحان الله سبحان الله. جاسم بجاسم جاسم جاسم في طيم في طيم والله وداسم ولام. اي اي توالي ما سبحان الله ذاك ابن محمد الاحيال توفى ما خلفت منه. نعم ما خلفت منه اخذها منه وراه غني جت لها أخذها غني خلفت هذول الولد واللي أخذها أحمد الولد ثلاثتهم. نعم. واللي أخذها أحمد أحمدكم أحمدنا. نعم. وبعد ما خلفت هاي هي لا أحمد أحمدنا أحمد شخد أخذ بنت غني. لا بنت غني هي بنت فطيم. هي بنت فطيم أمها أمها أخذ جاسم الحسن. إي العالم أبو علي. إي إي عندك بعد شو تريد اسولف لك؟ ما بس ذول العرب حجي هم هذول العرب عندك العرب هذول بيت عبد الحسن الشبيب. اي هذول ولدهم محمد الحسن الشبيب. اي وكاظم محمد الشبيب. اي وعبد عبد عبد الحسن الشبيب. اي هذولا هم من يعني جماعتنا من بيت علوان. اي اي اخوتنا. اي بعد عندك كانوا هواي العرب يعني عربنا بيت سكران. من البخشوم هم كان هنا احد؟ من البخشوم داوود السالم الله يرحمه الله يرحم والديك. اي وعلاوي. اي ومحمد الجاسم. اي وسلمان الجاسم كان هو رئيس البخشوم. إيه؟ رئيس بخشوم. اي سمونه قحطان. إيه هو قحطان ابنه. اي إيه قحطان الكبير ابنه. اي سلمان كان رئيس البخشوم. اي سلمان رئيس الفخذ. نعم نعم سلمان الحسن الجاسم. سلمان الجاسم الحسن. اي سلمان جاسم الحسن. نعم عافية. اي ابو قحطان. ابو قحطان وابو عدنان. نعم. وابو ثعبان. بلي صح هذول ثاني وقت صاروا عنده. نعم هو اخذ مره خلف منها بنات اثنين. اي خلف منها بنات اثنين وحده اخذها عبد جواد ابن جواد ابن عمها قرايبها. اي والاخرى اخذها ابن داوود الخرس اسمه جواد اسمها جليله. نعم عندك اخذ هاي النب بنت جواد العباس. اي اللي هي تصير خاله عبد محمد جواد. اي خلف منها ثلاث ولد ما شاء الله والله وبناتهم خلف منها. قال انا مطلوب قلت لما يجيني ولد اروح مشي كربلاء. نعم احنا مشينا سنه ال 55 بحكي لك. مشايه رحت بال 55؟ لا ما مو مشايه بسياره بالخشابي بالخشابيات الكبار سيارات الخشبي القديمه. ما عد علا وكانت وحده وعد بيتها. رحتوا موكب من العرب منه؟ عافية موكب. موكب؟ اي احنا عندنا ذبايح. قال الحجي ياخذون ثلاث ارباع عزلمه. اي قال انت جيبوا ذبيحه والله ودينا ذبيحه.